وننتقل في حلقتنا مشاهدينا لجزء آخر هام من أنشطة التحالف الوطني، وهو دعم الشباب والطلاب الأكثر احتياجا، والبداية مع فعالية مؤسسة مصر الخير اللي نظمت معرض علمي لطلاب المدارس والجامعات في المدينة التعليمية في 6 أكتوبر. نشاهد. بهدف اكتشاف المواهب الشابة في المجالات العلمية، نظمت مؤسسة مصر الخير إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مسابقة معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للعلوم والهندسة. احنا بنشتغل على دعم الطلاب علشان نعرفهم بمنهجات البحث العلمي وازاي يقدروا يدخلوا مسابقات ويشاركوا ويسافروا برا مصر ويشوفوا المسابقات الدولية ونأهلهم للمشاركة فيهم. عشان ننشر العلم كان لازم نتوجه من الفئة الأصغر سنا قبل الجامعة كمان، فبدأنا بمرحلة الإعدادي والثانوي. سمحنا لطلبة الجامعات ان هم يشاركوا، فاحنا اشترك معانا 200 مشروع في المراحل الابتدائي واعدادي وثانوي و100 مشروع من الجامعات، تم تصفيتهم تصفيه مبدئيه، وصلوا في الاخر ل 60 مشروع ابتدائي واعدادي وثانوي و20 مشروع جامعات. المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 80 مشروعا في مجالات متعددة كالهندسة والأحياء لطلاب من محافظات مختلفة، فاز منهم هذا العام 21 مشروعا، تم تكريم أصحابها وتقديم جوائز مالية تصل ل 50,000 جنيه، وذلك من خلال مؤسسة مصر الخير. البروجكت بتاعي اسمه I am here أو أنا هنا. الفئة المستهدفة من البروجكت هي مرضى الزهايمر. البروجكت بيشتغل ان هو يوفر لهم وسيلة، الوسيلة دي تخليهم ان هم يعيشوا حياة افضل عن طريق ان هو بيقدر ان هو يحدد مكان مريض الزهايمر في حالة ان هو خرج من غير مرافق، بيعمل اتصال ما بين مرافق ما بين مريض الزهايمر. المسابقة هتعلمنا كده عن طريق ان احنا مش بس هنبحث نجيب معلومة كمان، لا ده كمان اجتماعيا هنتكلم مع دكاترة ونتكلم مع ناس مختلفة. المسابقة يعني متنظمة بشكل كويس جدا، فهي ساعدتنا ان احنا نرتب اول حاجتنا ونعرف المشاكل اللي احنا بنواجهها في المشروع بتاعنا. دعم مؤسسة مصر الخير شمل ايضا اقامة الطلاب المشاركين وتوفير كافة احتياجاتهم، ليأتي ذلك ضمن اهداف التحالف الوطني ومساهمته في بناء الانسان.